بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة، أهلا وسهلا بكم في أولى محاضرات مساق علم التشريح 1، هو عبارة عن مساق General Anatomy. محاضرة اليوم بعنوان Introduction to Anatomy. في هذا المحاضرة راح نتكلم عن تعريف علم التشريح، راح نتكلم عن أنواع وفروع علم التشريح، راح نتحدث أيضا عن الاناتوميكال تيرمينولوجي والديفرنت اناتوميكال تيرمز ويتش ار يوزد ان اناتوميكال ساينسز. بعدك راح نتكلم في النهايه عن لمحات سريعه عن الديفرنت بودي سيستمز، ونختم المحاضره بالحديث عن البودي اورجانيزيشن والبودي ريجنز اند بودي كافيتيز. بدايه ديفينيشن اوف اناتومي. اناتومي is derived from a Greek word which means to cut up or dissect. إذن هي مشتقة من كلمة إغريقية معناها يقطع أو يشرح. dissect يعني يشرح شغلة، أقسمها إلى نصفين بنسميها dissection والفعل dissect. المعنى الاصطلاحي للأناتومي it is the science that deals with the structure of the body. العلم اللي بيتناول دراسة التركيب بنسميه علم التشريح. What are the kinds of anatomy? في عندي أنا four يعني what are the kinds of anatomy? We have four general kinds of anatomy. في عندي gross anatomy اللي هو التشريح العياني. 2 microscopic anatomy التشريح المجهري. 3 developmental anatomy التشريح التطوري. و comparative anatomy التشريح المقارن. خلينا نتكلم عن كل واحدة من هذه الأنواع. بداية gross anatomy مقصود فيه التشريح العياني which means the study of structures with the naked eye. إذا أنا بأدرس علم التشريح بالعين المجردة زي ما أدرس تركيب جسم الكائن الحي على جثة مثلا محفوظة في مادة الفورمالين، أدرس التركيب بالعين المجردة بدون استخدام مايكروسكوب بسمي هذا العلم gross anatomy. What are the kinds of gross anatomy؟ إحنا عندنا regional and systemic. بناء على إيش قسمت أنا gross anatomy into regional and systemic؟ According to approach of study. يعني كيف أنا بتناول دراسة التركيب؟ والله إذا كنت بقسم جسم الإنسان إلى مناطق مثلا منطقة الرأس والرقبة، بعدك منطقة الصدر، بعدك منطقة البطن، بعدك منطقة الحوض، بعدك منطقة الظهر الباك، بعدك منطقة الأطراف العلوية، بعدك منطقة الأطراف السفلية، معنى الكلام بسمي هذا العلم Regional Anatomy، وهو الأبروتش المعتمد عندنا في كلية الطب الجامعة الإسلامية. إنه Regional Anatomy means study of structures of the body by regions، بمشي حسب مناطق الجسم. طيب ايش المقصود بالسيستميك اناتومي اللي هو البادي ستاديد باي سيستمز؟ بمعنى ايش؟ بمعنى ان انا بدل ما اقسم الجسم الى regions بقسمها الى سيستمز، بقول والله الجهاز التنفسي respiratory system مما يتكون، ببدا من عند النوز، بعد هيك النيزوفارينكس البلعوم الأنفي، بعد هيك اللارينكس الحنجرة، بعد هيك التراكية القصبة الهوائية، وهكذا. وبالتالي بلاقي حالي لما بأدرس بطريقة السيستميك أبروتش بأنا بتبع الديفرنت أورغانز belonging to that system. بعض الأورغانز بيكونوا موجودين في الهيد، بعض الأورغانز موجودين في النك، بعض الأورغانز موجودين في التشست في الصدر في الثوركس وهكذا. النوع الثاني من الاناتومي بنسميه مايكروسكوبيك اناتومي اللي هو التشريح المجهري، ومن اسمه هذا النوع او هذا الفرع من فروع التشريح يتناول دراسة التراكيب التي لا ترى بالعين المجردة. زي ايش؟ زي البادي سيلز اند تيشوز. اذا انا بدرس تركيب الخلايا والانسجة باستخدام المايكروسكوب بسميه مايكروسكوبيك اناتومي، اللي بين قوسين بنسميه سايتولوجي اند هيستولوجي. اذا علم الهيستولوجي علم الانسجه اللي راح تدرسوه في السنه الثانيه هو ايضا احد فروع علم التشريح. اذا study of structures under the microscope is the definition of microscopic anatomy. It has the following kinds: cytology. كلمه سايت هذه لحالها معناها سيل خليه،
ولوجي معناها ساينس، والاو هذا كومبايننج فاول، هذا عبارة عن حرف علة رابط. وإذا نقول سايتولوجي إذا ساينس أور ستادي أوف بادي سيلز. هيستولوجي هيست معناها تيشو نسيج، ولوجي معناها ساينس. إذا هيستولوجي ذا ساينس ذات ديلز وذ ذا ستراكتشر of different body tissues، النسيج الطلائي، النسيج الضام، النسيج العضلي، النسيج العصبي. organology صراحة مش كتير بنستخدم هذا المصطلح اللي هو organology اللي هو study of body organs، لأنه أنا عارف إنه الorgan بيتكون من tissues، وبالتالي كأني أنا بدرس إيش؟ بدرس الأنسجة المكونة لهذا الorgan، فبسمي العلم هذا organology. النوع الثالث من انواع الاناتومي هو developmental anatomy اللي هو التشريح التطوري، and it means the study of anatomical changes in a life cycle. ايش يعني؟ ما هي التغيرات التي تطرأ على تركيب جسم الكائن الحي او جسم الانسان خلال دورة حياته من الميلاد او من بداية التكوين وحتى الوفاة؟ هذه بسميها developmental anatomy. لما اجي اطلعوا على دورة حياة الإنسان لقوا فيه طورين مهمين، طور ما قبل الولادة اللي بنسميه علم الجنين اللي بيتناول دراسة تركيب الجنين وتشكيله وتطوره وتكوين الأعضاء المختلفة والأجهزة المختلفة، والمرحلة التي تلي الولادة اللي بنسميها post natal development. إيش اللي دفع العلماء إنهم يقسموا حياة الإنسان إلى هذه المرحلتين فقط؟ وإحنا عارفين أنه في بعد الولادة مرحلة الطفولة ومرحلة البلوغ ومرحلة الشباب ومرحلة الكهولة ومرحلة الشيخوخة وما إلى ذلك. وجدوا أنه المولود اللي هو عمره ساعة يشبه في تركيبه تماما جسم الإنسان اللي عمره 50 سنة، وإنما إيش الفرق بينهم؟ الفرق بينهم مدى نضوج تكوين الأعضاء واكتمال تكوين الأعضاء المختلفة. وبالتالي المرحلتين المهمات في developmental anatomy embryology، وكلمة embryo معناها جنين ولوجي معناها science، بنقول embryology يعني علم الجنين، the study of prenatal development، pre قبل، ونيت ولادة، وال هذه ال معناها متعلق ب or pertaining to. فلما أقول study of prenatal development الدراسة التطور المتعلق بمرحلة ما قبل الولادة before birth، إذن prenatal معناها before birth، عكس pre post، post معناها بعد. نقول الله أنا post natal development the study of structures after birth، دراسة التركيب بعد الولادة. طيب نروح على النوع الرابع comparative anatomy. comparative anatomy المقصود فيه comparison of structures between organisms، وهذه كتير بيلجأوا لها العلماء اللي بيدرسوا نظرية التطور وكيف تطورت الكائنات الحية المختلفة. بيجي بيدرس مثلا تركيب الجهاز العصبي في الفقاريات وبيقارنه مثلا في أحد أعضاء الفقاريات بيقارنه بالإنسان، أو بين كل أعضاء الفقاريات إيش الاختلافات في الجهاز العصبي، أو إيش الاختلافات في الجهاز القلبي والدوري، إيش الاختلافات في الجهاز الهيكلي وهكذا. إذن الكائنز مثلا vertebrate في الفقاريات comparison of structures among the vertebrate classes بين التقسيمات المختلفة من الفقاريات. طيب physiology إيش الفيسيولوجي؟ it is the science that studies the function of the body structures. واحد حيسألني إيش دخل الفيسيولوجي في الأناتومي؟ نقوله أصلا دراسة تركيب جسم الإنسان جاءت لهدف فهم الوظائف المختلفة التي يقوم بها جسم الإنسان. عشان أفهم كيف بيقوم بعملية التنفس لابد من دراسة تركيب الجهاز التنفسي. لما بدي أدرس كيف بيقوم الإنسان بعملية المضغ ثم عملية البلع ثم عملية الهضم والامتصاص والإخراج في الجهاز الهضمي، لابد من فهم التركيب سواء التركيب العياني أو التركيب الميكروسكوبي لأجزاء الجهاز الهضمي المختلفة. So structure and function
cannot be completely separated. بقدرش أفصلهم عن بعض لأنه الفورم is related to function. التركيب يتعلق بالوظيفة. عشان هيك بنقول إنه اعتلال التركيب. شو يعني اعتلال التركيب؟ يعني أي خلل بيصير في التركيب ينعكس بشكل كبير على الوظيفة غالبا. بمعنى إنه أي abnormality in the form أو abnormality in structure will lead to abnormality in function and disease process. وبالتالي يؤدي إلى حدوث المرض فيما يعرف بالباثوفيسيولوجي اوف ديزيز. ما هو الفسيولوجيا المرضية للأمراض المختلفة؟ يعني ما هو الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا النوع من المرض؟ طيب structural levels of organization يعني مستويات تركيب جسم الكائن الحي. طبعا أصغر وحدة بنائية في جسم الكائن الحي هي الأتوم اللي هي الذرة. والذرات الموجودة في جسم الإنسان زي ذرات الكربون، الهيدروجين، الأكسجين. والأتوم بنعرفها إنها smallest particle of an element. It is the smallest structural unit of living organism. على طول حيجين واحد يقول لي كيف يا دكتور هذه أصغر وحدة بنائية في جسم الكائن الحي؟ بقول له خلي بالك إحنا دقيقين جدا في الطب. لما نقول أصغر وحدة بنائية غير لما أحكي أصغر وحدة بنائية ووظيفية. لما نقول أصغر وحدة بنائية تقوم بوظائف بصورة مصغرة عن صورة الوظائف الكبرى اللي بيؤديها جسم الإنسان بقول هذه هي الخلية. لكن لما بحكي أصغر وحدة بنائية وبنائية فقط إذن الأتوم هو أصغر وحدة بنائية لأنها أصغر وحدة بنائية في تكوين العنصر. مجموعة الذرات بتتكون مع بعضها بتتجمع مع بعضها بتعطيني موليكيولز اللي هي الجزيئات زي الكربون ديوكسيد زي الووتر. والموليكيول is defined as a particle composed of two or more joined atoms. ذرتين أو أكثر بسميه موليكيول. مجموعة الموليكيولز أيضا بتتحد مع بعضها بتعطيني ماكروموليكيولز. ماكروموليكيولز اللي بتتعدد فيها الذرات زي مين؟ زي الكربوهيدرات. بلاقي كربوهيدرات فيها 6 ذرات كربون، في ليبيدز، في بروتينز، في نيوكليك أسيدز أحماض نووية. الماكروموليكيول بنعرفه على إنه إيش؟ لارج موليكيول. إذن ممكن نعتبر الموليكيولز والماكروموليكيولز يعني مع بعضها شغلة واحدة، إلا إنه بنقول إنه الأتوم والموليكيولز والماكروموليكيولز مع بعضها بسميها chemical level of organization، بسميها chemical level of structure اللي هو المستوى الكيميائي في التركيب. الماكروموليكيولز تتجمع مع بعضها ومع other macromolecules تعمل لي organelles. شو يعني organelles؟ اللي هي العضيات. من العضيات الموجودة في الخلية cell membrane اللي هو الغشاء الخلية، نيوكليوس النواة أهم عضي موجود، الريبوسومز مصانع البروتينز، الميتوكوندريا، وكثير من الأورجانيلز موجودة في الهيومن سيل. بعرف الأورجانيل إنه a small organ of a cell which performs a particular function. مثلا الميتوكوندريا مسؤولة عن توليد الطاقة في الخلية، بتعطيني جزيئات الـ ATP، فهنا سميناها بيت الطاقة في الخلية. الريبوسومز مصانع البروتينز، النيوكليوس فيها الشفرة الوراثية المسؤولة عن تصنيع كل البروتينات اللي بتحتاجها الخلية سواء لحاجتها الداخلية أو للإفراز خارج الخلية. مجموعة الأورجانيلز بتعمل لي سيلز اللي هي الخلايا، والأورجانيلز والسيلز بسميها cellular level of structure. السيل is defined as the basic unit of structure and function of living organisms. أصغر وحدة بنائية ووظيفية في جسم الكائن الحي. كل خلية تحتوي على مجموعة من الأورجانيلز، وهذه الأورجانيلز هي اللي بتمكن الخلية من إنها تقوم بالوظائف المختلفة. مثلا الخلية طبعا وأغلب أو كل خلايا الجسم تحتوي على نواة باستثناء بعض الأمثلة، مثلا زي الريد بلاد سيل. الريد بلاد سيل هي خلية الدم الحمراء، بلاقيها باي كونكيف إن شيب. يعني باي كونكيف يعني مقعرة من الجانبين. طالما مقعرة من الجانبين لو جينا نرسم بلاقي هيها بهذا الشكل عام، أي خلية زي هيك مقعرة من الجانب ومقعرة من الجانب الثاني. هذا التقعر مهم جدا لأنه بيزيد من مساحة السطح
واحنا بنعرف اي تعرج في السيل ممبرين يهدف الى زياده مساحه السطح. بنعرف انه خليه الدم الحمراء ايش وظيفتها؟ وظيفتها تبادل بين تبادل الغازات بين الدم وبين خلايا الجسم المختلفه، وبالتالي كل ما زادت مساحه السطح كل ما زاد مساحه الاكسشينج اوف جازز بين ريد بلاد سيلز اند ديفرنت بودي سيلز اند تيشوز. وعشان تتمكن خلايا الدم الحمراء من حمل اكثر عدد من جزيئات الهيموجلوبين، الله سبحانه وتعالى خلاها في مراحل التكوين قبل ما تروح على الدم تفقد النواة وكل الأورجانيل اللي استبعتها. عشان هيك بنلاقي انه فترة حياة خلايا الدم الحمراء محدودة حوالي 120 يوم، بعديها بتنتفخ وبصير تكسيرها في الطحال والكبد زي ما انتم عارفين. Some cells have all the machinery that they need to live. كل المكونات اللي بتمكنها من الحياة والانقسام بتكون موجودة في هذه الخلايا. لو رحنا على التيشوز، الجروب التيشوز عندي أنا 4 basic tissue types، 4 أنواع أساسية من الأنسجة. رقم 1 epithelial tissue أو epithelium اللي هو النسيج الطلائي، كلمة اسمه طلائي، طلائي يعني زي الدهان، يا إما ببطن التجاويف يا إما بغطي سطح الجسم الخارجي. 2 connective tissue، النسيج الضام، أكثر الأنواع شيوعا وانتشارا في جسم الإنسان. 3 muscle tissue، النسيج العضلي اللي بيتميز إنه خلايا قادرة على الانقباض والانبساط. nervous tissue المسؤول عن نقل السيالات العصبية. بنعرف التيشو إنه a group of similar cells that perform a specialized function. group of similar cells. الآن كلمة similar، similar يعني متشابهة، لا تعني التطابق في الشكل. لما أقول group of similar cells مش معناها أنه مجموعة من الخلايا الكربونة من بعض، لا، وإنما عبارة عن إيش؟ عبارة عن خلايا لها نفس الأصل الجنيني، يعني الخلية الموجودة في الجنين اللي انقسمت وتمايزت بتعطيني group of cells تنتمي إلى نوع واحد من الأنسجة، وهذه الخلايا تتفاعل بينها وبين بعضها البعض لأداء وظيفة النسيج. مجموعة من الأنسجة بتعطيني المستوى التالي اللي هو الأورجانز. الأورجانز زي السكين، الجلد بنعتبره أورجان، الهارت، القلب، برين، الدماغ. An organ is defined as a structure consisting of a group of tissues that performs a specialized function. عشان نوضح هذا الموضوع، هل مجموعة من الأنسجة على الإطلاق هيك بتعمل لي organs؟ لا. ليش؟ لأنه لازم عشان أسميه organ لابد أنه يتكون من two or more different tissues، يعني epithelium و connective، epithelium و nervous tissue، مش عارف إيش وإيش. إذا لازم يكون two or more different tissues. إذا كان بيتكلم من إذا كان بيتكون من group of similar tissues معناته هذا الكلام إنه هذا نسيج بس كبير شوية. أوكي؟ طيب ال two or more organs combine to form systems، الأجهزة زي integumentary system، الجهاز الغلافي أو الغطائي اللي هو السكين وملحقاته، cardiovascular system، الجهاز القلبي الوعائي. A system is defined as a group of organs that act together to carry on a specialized function. في عندي أنا 11 organ systems that collectively form the human organism. الhuman organism هو الكائن الحي. هذا الhuman organism عبارة عن individual living thing، شغلة حية. مجموعة الأورجانيزمز مع بعضها مجموعة من الناس بيعملوا لي populations، تجمعات سكانية، وتجمعات سكانية بتعمل لي communities، مجتمعات، والمجتمعات بتعمل لي ecosystems and the biosphere، والكرة الأرضية. أوكي؟ طيب نروح بعد هيك على هذه الصورة الجميلة اللي بتلخص لي الستركتشرال ليفلز اوف اورجانيزيشن. في عندي كيميكال ليفل بتكون من الاتومز والمولكيولز والماكرو مولكيولز،
بعد كده بتيجي عندي cellular level بيتكون من organelles and cells. بعد كده tissue level for basic tissue types and their subtypes والأنواع الفرعية منها. بعد كده organ level two or more different tissues. بعد كده system level a group of organs that perform a specialized function. بعدين مجموعة body systems بتعمل لي الorganismal level الجميل هذا. البادي سيستمز الموجودة في جسم الإنسان نبدأها من اليورينري سيستم الجهاز البولي، ريبرودكتيف سيستم ميل اند فيميل جهاز التناسل الذكري والأنثوي. بعدك في عندي انتيجيومنتري سيستم الجهاز الغلافي أو الغطائي، سكيليتال سيستم الجهاز الهيكلي، ماسكولار سيستم الجهاز العضلي، نيرفس سيستم الجهاز العصبي، سيركيولاتوري سيستم الجهاز الدوري. بعد كده endocrine system جهاز الغدد الصماء، وعندي male and female لأنه في بعض الغدد الصماء موجودة في الميلز مش موجودة في الفيميلز والعكس. lymphatic system الجهاز اللمفاوي، digestive system الجهاز الهضمي، وأخيرا respiratory system. بدنا ناخذ لمحة سريعة الآن عن different body systems وهي راح نتكلم عنها فيما بعد بشيء من التفصيل. Integumentary system has the following components، المكونات التالية: 1 skin الجلد، 2 skin appendages، skin appendages يعني skin accessories، skin derivatives اللي هي ملحقات الجلد. ملحقات الجلد عبارة عن ايش؟ عبارة عن hair nails sweat and sebaceous glands، وغدد عرقية وغدد دهنية. What are the functions of the integumentary system؟ رقم واحد external covering، بتغطي السطح الخارجي للجسم وهذا فيه حماية كبيرة للجسم وبنعتبره ال first physical barrier against invasion by different microorganisms، يعني خط الدفاع الأول واللي بيحمي الجسم من الاختراق بالأنواع المختلفة من الميكروبات. رقم اثنين طبعا مش بس هيك كمان، وبيحمي الجسم من فقدان السوائل المختلفة في عمليات التبخر، يعني لو احنا وقفنا تحت الشمس بلاقيش حالنا نشفنا لأنه وجود السكين بيحول دون فقدان الماء بفعل الحرارة. Protection زي ما حكينا، Synthesis of Vitamin D تصنيع فيتامين د، وهذه أحد الوظائف المهمة للجلد عشان بنقول التعرض لأشعة الشمس ما بين قبل الساعة 11 الصبح وبعد الساعة 3 وفي الصيف بعد الساعة 4، وهذا بيؤدي إلى تحفيز تكوين فيتامين دال من الكوليسترول الموجود في الجلد، والفيتامين دال مهم جدا. وين أهميته تكمن؟ ممتازين في زيادة امتصاص الكالسيوم من الأمعاء وإعادة امتصاص الكالسيوم من الراشح اللي بيتكون في الكلية ومنع فقدانه في البول. Location of sense receptors، يعتبر الجلد مكان للمستقبلات الحسية المختلفة، الإحساس بالألم له مستقبلات في الجلد، الإحساس بالحرارة، الإحساس بالبرودة، الإحساس بالاهتزاز، الإحساس باللمس سواء fine touch أو coarse touch اللمس الخفيف أو اللمس الثقيل، الإحساس بالبريشر لو ضغط على إيدك بهذا الشكل، كل هذا موجود في السكين. طيب بعد هيك في عندي السكيليتال سيستم اللي هو السكيليتون اوف ذا بودي. الكومبوننتس اوف ذا سكيليتال سيستم انكلود بونز العظام، وهذا المكون الاساسي في الجهاز الهيكلي في الجسم، والجوينتس اند ادجيسنت كارتليج. الجوينتس يعني المفاصل، المفاصل تعرف المفاصل انها التقاء عظمتين، اذا التقوا عظمتين طبعا جنرالي التقاء عظمتين سواء حدث بينهم حركة أو لم يحدث بينهم حركة بنسمي هذا الالتقاء مفصل. أوكي؟ and adjacent cartilage والغضاريف المحيطة والملحقة بالجهاز الهيكلي، مثلا في القفص الصدري في عندي الغضاريف الضلعية، المفاصل الزلالية، أسطح العظام مغطية بنسيج غضروفي لتقليل الاحتكاك وما إلى ذلك.
الآن السكيليتال سيستم إيش وظائفه؟ رقم واحد support of the body اللي هو دعم الجسم. دعم الجسم، إحنا نستطيع الوقوف بشكل منتصب القامة بسبب وجود جهاز هيكلي متين ومترابط. رقم اثنين protection، كيف بيقوم السكيليتال سيستم بعملية الحماية؟ the skull protects the brain inside، الجمجمة بتحمي الدماغ بداخلها. The thoracic cage، القفص الصدري، protects the lungs، الرئتين. The heart and internal thoracic structures، والتراكيب الداخلية الموجودة داخل تجويف الصدر. The pelvic bones، عظام الحوض، protect the pelvic organs، وهي عبارة عن أجزاء من الجهاز التناسلي وأجزاء من الجهاز البولي ومن الجهاز الهضمي موجودة في تجويف الحوض وما إلى ذلك. movement، السكيليتال سيستم وتمفصل العظام مع بعضها البعض يمكن الجسم سواء من حركة الأعضاء بشكل مستقل، هي movement of individual body parts، حركة إيدي لحالهم، أو movements of the body as a whole، حركة الجسم وانتقاله من مكان إلى مكان. blood cell production، جوا العظام، طبعا عند الولادة جوا كل العظام سواء الطويلة أو المفلطحة أو غير المنتظمة، في عندي red bone marrow اللي هو النخاع العظمي الأحمر اللي بيحتوي على خلايا جذعية. شو خلايا جذعية؟ يعني أمهات الخلايا، الخلايا أمهات خلايا الدم المختلفة، أمهات خلايا الدم الحمراء، أمهات خلايا الدم البيضاء، أمهات الصفائح الدموية، كلها مركزها في النخاع العظمي الأحمر المسؤول عن تكوين الخلايا الدم المختلفة. بعد هيك mineral storage، تخزين المعادن المختلفة، الكالسيوم and phosphorus، أكثر من 90% of body calcium موجود في البونز، ومجرد ما يقل مستوى الكالسيوم في الدم بنلاقي بتنشط الخلايا اللي بتعمل على تآكل العظام وتحرير جزء من هذا الكالسيوم إلى الدم للمحافظة على مستوى الكالسيوم في الدم، لأهمية الكالسيوم لوظائف الجهاز العضلي ووظائف القلب أيضا. بعدك عندنا muscular system. The muscular system has the following components. رقم واحد skeletal muscles، عضلات هيكلية. هذه العضلات الهيكلية تتميز إنها عضلات مخططة ومتعددة الأنوية لما تطلع عليها تحت الميكروسكوب، يعني الليفة العضلية أو الخلية العضلية الواحدة بلاقي فيها يعني عدد من الأنوية. and associated connective tissues، النسيج الضام الملحق بالعضلات اللي بنسميه التندونز. احنا بنعرف انه العضلة الهيكلية إلها بداية ونهاية، البداية تبعتها بنسميها origin of a muscle، والنهاية تبعتها بنسميها insertion of the muscle اللي هي نهاية العضلة. هل العضلة بتتصل بنفسها بالعظام؟ لا، عند طرف العضلة منها، طرف العضلة من الجهة الأخرى، في عندي ألياف الكولاجين، جزء من النسيج الضام، تعمل لي what is called tendon. tendon يعني وتر، هذا الوتر هو المسؤول عن وصل العضلة بالعظام. ليش؟ لأنه مقاوم جدا للشد، أي حركات مفاجئة في العضلات المختلفة لا ينتج عنها قطع في هذا الوتر بسبب قوة ومقاومة ألياف الكولاجين للشد. أوكي؟ What are the functions of the muscular system؟ طبعا وظائف المسكولار سيستم مرتبطة بشكل وثيق بوظائف السكيليتال سيستم. بنقول رقم واحد locomotion. شو يعني locomotion؟ loco مأخوذة من location، location يعني موضع، وموشن معناها حركة. locomotion يعني الحركة التي ينشأ عنها تغيير الموضع، انتقالك من النقطة A للنقطة B بنسميها locomotion. اثنين manipulation of the environment اللي هو التلاعب بالبيئة المحيطة، مثلا أن هي الجوال موجود هنا نقلته من هذه النقطة لهذه النقطة، تحريك تغيير البيئة المحيطة بيرجع لاستخدام العضلات المختلفة وتشكيلها للبيئة المحيطة كما يريد الإنسان. facial expression، العضلات الموجودة في الوجه، إن عدد كبير من العضلات في الوجه مسؤولة عن الفيشيال إكسبريشن اللي هي تعبيرات الوجه اللي بنعتبرها جزء مهم من الاتصال والتواصل.
حاجة في الكوميونيكيشن بنسميها نون فيربال كوميونيكيشن، يعني تواصل لا لفظي، بدون ما اتكلم انا شو اسمه بحكي مع صديقي او صديقي بيحكي معايا، حكى لي شغلة محزنة عملت هيك تعبيرات تدل على الحزن، حكى لي شغلة مفاجئة عملت تعبيرات تدل على السيربرايز، هذا كله بدون ما انطق بكلمه واحده، لكن اظهرت لصديقي اللي بيتكلم معي ان انا معاه على طول الخط. اذا ابتسمت تعبر عن الارتياح والابتسامه، اذا كشرت تعبر عن الضيق او الضجر وما الى ذلك. اذا هذا نوع مهم من الكوميونيكيشن بنسميه نون فيربال كوميونيكيشن. الناس اللي بتحكي معهم بتلاقي ما فيش تعبيرات خالص، بنسميها اكسبريشنليس فيس او بسموه ماسك فيس، كانه لابس على وجههم ماسك، وبالتالي لا يظهر أي تعبيرات خاصة بالوجه. بعد كده مينتين بوستشر. شو يعني مينتين بوستشر؟ يحافظ على وضعية الجسم. لما أجي أنا في وضعية الوقوف بلاقي منتصب القامة، في هذه الوضعية بلاقي بعض العضلات تعمل ارتخاء، بعض العضلات خصوصا عضلات الباك الظهر وعضلات الباك اوف ذا لوور ليمز، عضلات السطح الخلفي للاطراف السفليه بتكون في حاله انقباض عشان تحافظ على الوضعيه القائمه للجسم. لو كنت انت في وضعيه جلوس تلاقي بعض العضلات بتعمل انقباض، وبالتالي مهمه الماسكولار سيستم في المينتيننس اوف بوستشر. اخر شغله اللي هي برودكشن اوف هيت، اللي هي انتاج الحراره. كيف بنتج الحراره؟ في فصل الشتاء لما يكون الطقس المحيط فينا بارد بنلاقي انه والله درجة الحرارة منخفضة، بنبدأ نعمل عملية ايش؟ عملية رعشة. هذا الارتجاف عبارة عن repetitive contraction of skeletal muscles، انقباض متتالي في العضلات الهيكلية. هذه طاقة ايش بنسميها؟ برافو، طاقة حركية. هذه الطاقة الحركية ينتج عنها طاقة حرارية تهدف لتدفئة الجسم. واضح؟ production of heat. اوكي، لما نعمل اي مجهود رياضي على طول بنلاقي حالنا حسينا ايش بالحراره وشوبنا بسبب انقباض العضلات الهيكليه وما ينتج عنها من جزيئات الاي تي بي وحرقها لانتاج الطاقه. سيركيولاتوري سيستم الكومبوننتس، في عندي انا بقسم السيركيولاتوري سيستم لنوعين، في عندي كارديو فاسكولار سيستم الجهاز القلبي الوعائي، وليمفاتيك سيستم الجهاز الليمفاوي. الفانكشن اوف ذا سيركيولاتوري سيستم، رقم واحد ترانسبورتيشن اوف ماتيريالز وذين ذا بودي، تنقل المواد جوا الجسم، وتو اند فروم انترنال اند اكسترنال انفايرمنتس، بصير عمليه برضو اكستشينج بين البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه للجسم. بنقول والله انه هذا السيركيولاتوري سيستم اسمه جهاز الدوران. ليش سميته جهاز الدوران؟ لانه بيتكون من مجموعه من الانابيب التي يدور بداخلها سائل. اذا السائل هذا كان بلد بسمي هذا الجهاز كارديو فاسكولار سيستم، اذا السائل هذا كان ليمف اللي هو عباره عن انترستيشال فلويد بسمي هذا الجهاز ليمفاتيك سيستم. اوكي، دوران البلد بيحمل معاه الاكسجين والنيوتريانس لكل خلايا الجسم، وبياخد منهم الويست برودكتس الفضلات زائد الكربون دايوكسيد، ويروح فيها على وين؟ بروح فيها على الكلية عشان يتم التخلص، بروح على الكبد عشان يتم التخلص من الويست برودكتس، بروح على الرئتين عشان نتخلص من الكربون دايوكسيد وناخد مكانه اكسجين. طيب، the cardiovascular system is composed of the heart، القلب اللي هو المضخة الموجودة هنا في النص، وال blood vessels. The blood vessels ثلاث أنواع: arteries شرايين، veins أوردة، و capillaries شعيرات دموية. طبعا بين الarteries تتفرع إلى smaller arteries، بعدك arterioles اللي هي الشرايينات، بعدك تعطيني capillaries والcapillaries تتجمع ك venules اللي هي وريدات، بعدك small veins larger veins وبترجع بالدم للهارت مرة تانية. طبعا معروف انه الارتريز بتنقل الدم من القلب بغض النظر عن طبيعة هذا الدم، لانه كل الشرايين في الجسم تحمل oxygenated blood دم مؤكسج ما عدا ايش؟ excellent، ما عدا الشريان الرئوي اللي هو البالمونري ارتري بيحمل دي اوكسجينيتد بلاد.
وكل الأوردة في الجسم تحمل deoxygenated blood ما عدا البالمونري فينز، الأوردة الرئوية الأربعة بتحمل oxygenated blood. الآن إذا تعريف الأرتريز والفينز يعتمد على إيش؟ يعتمد على اتجاه الدم فيها. إذا كان من القلب إلى الأطراف بسميه artery، إذا كان اتجاه الدم من الأطراف ناحية القلب بسميه vein بغض النظر عن طبيعة البلد. الفانكشنز transportation of blood، وهذا البلد يحتوي على أكسجين، يحتوي على كربون دايوكسيد، يحتوي على نيوتريانس، ويحتوي على waste products. البلد itself بيتكون من بلازما and cells، من خلايا وبيتكون من بلازما أيضا. lymphatic system اللي هو النوع الفرعي من circulatory system بيتكون من lymphatic organs، الأعضاء الليمفاوية زي مين؟ زي spleen، الطحال هي موجود هنا في تجويف البطن على الجهة اليسرى، في أعلى تجويف البطن على الجهة اليسرى. عندي lymph nodes، العقد الليمفاوية منتشرة في كل مناطق الجسم، mainly في منطقة الإبطين ومنطقة الاتصال بين الحوض والأطراف السفلية في هذه المنطقة، وفي تجويف الصدر أيضا موجودة، وفي الرقبة. في حوالي في الجسم حوالي 450 عقدة لمفاوية بتمر عليها الأوعية الليمفاوية المختلفة، وداخل العقد الليمفاوية بيصير عملية فلترة لهذا السائل الليمفاوي إذا كان في مايكروبس أو في فورين أنتيجينز في أنتيجينات غريبة وما إلى ذلك. thymus gland اللي هي الغدة الزعترية موجودة هيهان في تجويف الصدر، والغدة الزعترية مسؤولة عن إيش؟ excellent، مسؤولة عن إنتاج الخلايا الليمفاوية من نوع T lymphocytes. طبعا هي مش مسؤولة عن الإنتاج، لأنه الخلية الأم المسؤولة عن تكوين T lymphocytes موجودة في النخاع العظمي، لكن الخلية اللي بتنتج عنها بتروح على thymus gland الغدة الزعترية عشان يصير لها تطور أكثر وتمايز. طبعا بالإضافة للليمفاتيك أورجانز في عندي ليمفاتيك فيسلز، وهذه هي الأوعية الليمفاوية اللي بتوصل بين الليمف نودز المختلفة. في الأخير كل الليمفاتيك فيسلز بتصب عن طريق 2 ليمفاتيك فيسلز رئيسيين بيصبوا في اللارج فينز اللي رايحة على الهارت. What are the functions of the lymphatic system? Transportation of lymph، نقل الليمف، والليمف عبارة عن excess interstitial fluid، يعني السائل موجود بين الخلايا والأنسجة الزائد اللي ما رجعش للدم بياخده الليمفاتيك سيستم. الليمف is derived from tissue fluid and the lymphatic system houses white blood cells، خلايا الدم البيضاء. وبالتالي بده يحكي لي انه الليمفاتيك سيستم مهم في ايش؟ مهم في الاميونيتي، مهم في المناعة. طيب الاميون سيستم ما فيش جهاز هيك من اجهزه الجسم بنسميه اميون سيستم، وانما هو عباره عن ايش؟ هو جهاز وظيفي، يعني في اكثر من كومبوننتس موزعه بين اجهزه مختلفه. عندي الاميون اورجانز زي البون مارو، الثايموس جلاند ستو حكينا من ضمن الليمفاتيك اورجانز، الوايت بلاد سيلز موجوده في السيركيولاتوري سيستم وموجوده في الليمفاتيك سيستم، الليمفوسايتس والماكروفاجز اللي هي البلاعم الكبيرة أو الخلايا الأكولة الكبيرة. هذا الجهاز على بعض وظيفته الديفنس اند اميون ريسبونس، وظيفته المناعة والدفاع عن الجسم ضد الميكروبس المختلفة. نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي، the nervous system is composed of the central nervous system، الجهاز العصبي المركزي، وهذا الجهاز العصبي المركزي يشمل brain الدماغ and spinal cord الموجود داخل القناة الفقارية. 2 peripheral nervous system، peripheral nervous system اللي هو الجهاز العصبي الطرفي يشمل النيرفز الأعصاب المختلفة والsense receptors والمستقبلات الحسية. The functions of the nervous system include control system of the body. It is a control system of the body. هو جهاز تحكم يتحكم في وظائف الجسم المختلفة، ويتميز هذا المركز الخاص بالتحكم بأنه fast and hard wired. شو يعني fast؟ سريع،
لأن سرعة نقل السيار العصبي تتم بسرعة كبيرة جدا. هارد وايرد يعني سلكي. شو يعني سلكي؟ يعني متصل بأعضاء الجسم المختلفة عن طريق أسلاك. شو هي هذه الأسلاك؟ هي الأعصاب. ممتازين. ال nervous system respond to external and internal environments، يستجيب للمتغيرات في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. الهدف هو الحفاظ على التوازن، الهدف هو الحفاظ على ثبات البيئة الداخلية بغض النظر عن التغيرات الحادثة في البيئة الخارجية. الـ endocrine system، هذا هو جهاز الغدد الصماء، is composed of glands، وهذه الجلاندز بنسميها endocrine glands. شو يعني endocrine؟ endocrine يعني غدد صماء. شو يعني صماء؟ has no صماء have no ducts، هذه الجلاندز have no ducts يعني ليس لها قنوات، وإنما secrete their secretions directly into interstitial fluid or bloodstream، يا إما بتفرز في السائل البيني بين الخلايا والأنسجة، يا إما بتفرز مباشرة في تيار الدم. إيش هي السكريشنز تبعت هذه الجلاندز؟ هي الهرمونز. إذا الهرمونز أو الهرمونات المختلفة هذه عبارة عن chemical substances تفرز من الغدد الصماء مباشرة في تيار الدم. من أمثلة الغدد الصماء pituitary gland. شو البيتيوتري جلاند؟ موجودة هنا داخل الدماغ، اللي هي الغدة النخامية اللي بتفرز هرمون النمو وهرمون الحليب وهرمونات أخرى تؤثر على وظائف الغدد الصماء الأخرى في الجسم. بنكرياس، البنكرياس موجود في تجويف البطن، مسؤول عن إفراز الإنسولين وهرمون الجلوكاجون. ثيرويد جلاند، الغدة الدرقية موجودة في الرقبة هنا، الغدة الدرقية بتفرز هرمون الثيروكسين اللي بيؤثر على وظائف الجسم المختلفة. الاندوكراين سيستم يعتبر أيضا كنترول سيستم of the body. إذا الـ functions of different body tissues, organs and systems are under the control of two body systems. وظائف الجسم المختلفة تخضع للتحكم من جهازين. الجهاز الأول اللي هو جهاز الغدد الصماء، والجهاز الثاني اللي هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي fast and hardwired، سريع ومتصل بالأماكن اللي بيتحكم فيها عن طريق الأعصاب. بينما الاندوكراين سيستم سلو اند كيميكال. كيميكال يعني كيميائي، لانه التاثير تبعه عن طريق الهرمونات، والهرمونات مواد كيميائيه. طب ليش التاثير تبع الاندوكراين سيستم سلو؟ لانه شوفوا كيف بدها تتم العمليه. اول حاجه بدها تفرز الهرمونات وتنتقل في تيار الدم لغايه ما توصل للخلايا اللي بدها تتحكم فيها، ترتبط على سطح الخلايا بمستقبلات حسيه، بمستقبلات خاصة بهذه الهرمونات. بعدك بيصير تغيرات داخل الخلية تفضي إلى تصنيع بروتينات معينة أو تغيير في أنشطة الخلية ناحية اتجاه معين. بعدك يظهر التأثير تبع هذه الهرمونات في فترة قد تمتد لأيام، قد تمتد لأيام. الإندوكراين سيستم also regulates processes، يتحكم وينظم عمليات داخل الجسم زي عمليات الجروث النمو، عملية الـ reproduction اللي هي التناسل والتكاثر، and nutrient use اللي هو الاستخدام والاستفادة من المواد الغذائية المختلفة. بنلاقي بعض الهرمونات بتسرع من حرق الجلوكوز، بعض الهرمونات بتخزن الجلوكوز في صورة جلايكوجين، بعض الهرمونات بتبني دهون، وبعض الهرمونات بتحرق الدهون. إذا تأثير الهرمونات على الأصناف المختلفة من العناصر الغذائية سواء كربوهيدراتس بروتينز اند ليبيدز يختلف من هرمون لهرمون، وهذا موضوع راح تستفيضوا فيه ان شاء الله السنة القادمة في الاندوكراين فيسيولوجي. Respiratory system has the following components، بيتكون mainly من lungs، right and left lungs. هذول right and left lungs المرئتين اليمنى واليسرى. طبعا في عندي متصلين بتيوبينج اللي هي التيوبس المختلفة، ابدأ من عند النوز، النوز يقود الى النيزوفارينكس، بعديك الى اللارينكس، من اللارينكس الى التراكية، والتراكية اللي هي القصبة الهوائية تتفرع الى برونكاي شعب هوائية، البرونكاي تتفرع الى برونكيولز شعيبات هوائية، وما الى ذلك لغاية ما نوصل للحويصلات الهوائية المسؤولة عن تبادل الغازات.
اللارينكس له وظيفة إضافية أنه يحتوي على vocal cords اللي هي الأحبال الصوتية. هذه vocal cords لما تهتز تعمل لي صوت، لما تهتز تعمل لي صوت. The functions of the respiratory system: exchange of respiratory gases، تبادل الغازات التنفسية الأكسجين والكربون دايكسايد between the blood and atmosphere. في عملية الشهيق بناخد أكسجين بيحل محل الكربون دايكسايد اللي بتسلمه الحويصلات الهوائية، اللي بيسلمه البلد أو الكابيلاريز للحويصلات الهوائية عشان يطرد في عملية الإكسبيريشن أو عملية الزفير. 2. Voice production، عملية إصدار الصوت بتحدث خلال الزفير، يعني الهواء هو طالع بيعدي على الفوكال كورز بيعمل فيهم اهتزاز، وهذا الاهتزاز ينتج عنه الأصوات المختلفة. بعد هيك في عندي الـ digestive system. Digestive system has the following components: القناة الهضمية وملحقات القناة الهضمية. Alimentary canal which starts from the mouth and ends in the anus، تبدأ من الفم وتنتهي بفتحة الشرج. من الفم oral cavity، تجويف الفم، بعدك بتروح على الفارينكس، واحنا عارفين انه الفارينكس البلعوم ممر مشترك للهواء والطعام، بعدك بتروح على الاسوفيجس اللي هو المريء، بعدك بنروح على الستومك المعدة، بعدك small intestine الامعاء الدقيقة، بعدك large intestine الامعاء الغليظة، بعدك بننتهي بالريكتم المستقيم والانال كانال and anus فتحة الشرج. الاكسسوري اورجانز اللي هي ملحقات القناة الهضمية هي عبارة عن مجموعة من الغدد المسؤولة عن معاضدة وظيفة او وظائف الجهاز الهضمي، تشمل الليفر الكبد، سليفري جلانز الغدد اللعابية، والبنكرياس البنكرياس اللي هو بيفرز انزيمات هاضمة بتساعد في عملية هضم الانواع المختلفة من الاغذية، بروتينات وكربوهيدرات وليبيدز. The functions of the digestive system: breakdown of food into small absorbable pieces. الهدف من عملية المضغ، أول حاجة عملية تناول الطعام، مضغها تقطيع جزيئات الطعام الكبيرة إلى صغيرة ليسهل بلعها، بتروح على المعدة بتصير عملية الهضم. عملية الهضم هي عملية تحويل جزيئات الطعام إلى small absorbable pieces، إلى جزيئات صغيرة قابلة للامتصاص. الامتصاص هي عملية نقل العناصر الأساسية للمواد الغذائية من تجويف الأمعاء إلى الدم. لما نتكلم عن العناصر الأساسية يعني نقل من البروتينات الأمينو أسيدز الأحماض الأمينية، الفاتي أسيدز الأحماض الدهنية، نقل الكربوهيدرات اللي هي السيمبل شوغرز السكريات الأولية، ننقلها على الدم من تجويف الأمعاء. Eliminate waste products، أي عناصر غذائية لا يمكن امتصاصها أو زائدة عن حاجة الجسم يتم التخلص منها في عملية الإخراج بمساعدة الأمعاء الغليظة. طيب بعد هيك عندنا urinary system which is composed of the right and left kidneys، الكلية اليمنى والكلية اليسرى شكلها زي حبة الفول، طالع من الكليتين right and left ureters الحالبين الأيمن والأيسر، وهدول بياخدوا اليورين البول لليورينر بلادر المثانة البولية، والمثانة البولية لما تمتلئ بكمية معينة من اليورين بتتم عملية الميكتوريشن عملية التبول، ويخرج البول من خلال اليوريثرا اللي هي الإحليل أو القناة البولية. The functions of the urinary system: eliminate waste nitrogenous waste products from blood، النيتروجين بينتج من كناتج لهضم البروتينات بيتم التخلص منها في صورة الأمونيا واليوريا. Between blood and external environment بيصير عمليات regulation، يعني بيتخلص من الأشياء الزائدة الموجودة في البلد عن طريق إخراجها في البول. Regulates water, electrolytes and acid-base balance. Regulates water لما إحنا بنتناول كميات كبيرة من المية أكثر من الحاجة اليومية التي تقدر ب 2 إلى 2.5 لتر للبالغين، بنلاقي أنه عدد مرات ذهابنا إلى التواليت بتزيد، مع الكلام أنه الجسم يتخلص من الفائض من المية. على النقيض لما الواحد يتناول كميات قليلة جدا من المية بقول لك وفوت علي 12 ساعة
كاملة بدون ما أذهب إلى التواليت، وهذا معناه أن الجسم بيحاول يحافظ على كمية المية القليلة الموجودة في الدم. الإلكترولايتس نفس الشيء، الإلكترولايتس نقصد فيها الأملاح، يعني صوديوم كلورايد بوتاسيوم. واحد في أكلة معينة تناول كميات كبيرة من المخلل، معروف المخلل بيحتوي على ملح طعام NaCl، معناته كميات الصوديوم الكلورايد في الدم بتزيد بشكل كبير، هذا بيحفز العطش، بلاقينا بنشرب مية كتير، بعدين بتصير الكلية تتخلص من هذه المية الفائضة وفيها كميات أيضا من الصوديوم والكلورايد عشان تعيد مستوى الأملاح المعدنية للوضع الطبيعي مرة أخرى. الأسيد بيز بالانس برضو نفس الشغلة، لما بتزيد الأحماض في الدم احنا بنعرف انه الـ pH of the blood تقريبا 7.35 to 7.40، من 7.35 ل 7.4 هذا الـ pH. إذا قل الـ pH عن هيك معنى الكلام إنه الوسط بكون حامضي، يعني معناته في زيادة في الهيدروجين أيونز، بيبدأ الكلية تتخلص من الإكسس هيدروجين أيونز وتحتفظ بالقلوي، القلوي اللي هو البايكربونيت اللي هو الـ HCO3. إذا والله زاد الـ pH عن 7.4 معناته في قلوية في الدم، بيبدأ الجسم يتخلص عن طريق الكليتين من الـ بايكربونات الـ HCO3 ويحتفظ بالهيدروجين عشان يعيد الـ pH of the blood back to normal من 7.35 ل 7.4. الـ reproductive system is composed of the male reproductive system و female reproductive system. The functions of the reproductive system الجهاز التناسلي: perpetuation of the species استمرار الأنواع. Hormones influence structure and function. هذه مش وظيفة وإنما يعني ملاحظة أو معلومة في حق reproductive system، إنه الهرمونات هي اللي بتتحكم وتؤثر على نمو ونضوج وتكوين واكتمال تكوين الجهاز التناسلي وكذلك الوظائف المختلفة للجهاز التناسلي. يتميز الجهاز التناسلي في الإنسان انه sexually dimorphic species، يعني في عندي ذكر وأنثى، الجهاز التناسلي الذكري موجود بالكامل في الميل والجهاز التناسلي الأنثى موجود بالكامل في الفيميل، وإن حدث في تشارك لهذه الريبرودكتيف سيستم بكون هذا بالتأكيد هذه abnormality وليست حالة طبيعية للجسم. الآن نتكلم عن anatomical terminology وهو أحد الموضوعات المهمة في chapter introduction to anatomy. الأناتوميكال terminology نقصد فيه المصطلحات الطبية التشريحية المستخدمة في علم التشريح، وهي بالتأكيد مصطلحات وصفية تهدف إلى وصف أجزاء جسم الإنسان المكانية والوصف الشكلي لأجزاء جسم الإنسان والعلاقة بين أجزاء الجسم وبعضها البعض. الآن لما نيجي نتطلع على جسم الإنسان، جسم الإنسان مش structure ثابت وصلب وثابت في كل البشر، وإنما هو structure قابل للحركة وتغير الشكل. بمعنى إيش؟ بمعنى لو أنا بدي أوصف علاقة اليد اليمنى بالجسم في هذه الوضعية، حتقول لي اليد اليمنى على الجهة اليمنى من الجسم. طب لو أنا حاطط إيدي اليمنى هيك، حتقول لي إنه اليد اليمنى أمام الجسم. طب لو حاطط إيدي هيك، حتقول لي اليد اليمنى أعلى الجسم أو فوق الرأس. هل يعقل إنه عضو واحد أو structure واحد في الجسم يأخذ ثلاث علاقات مكانية أو أربعة أو خمسة؟ قالك العلماء هيك راح كل واحد ممكن يوصف تركيب جسم الإنسان في وضعية معينة، هذا بيوصف تركيب الإنسان في وضعية الجلوس، هذا في وضعية الاستلقاء على الظهر، هذا في وضعية الاستلقاء على البطن، هذا في وضعية الاستلقاء على الجانب الأيمن أو الأيسر، وبالتالي يخرج عنا آلاف كتب التشريح التي تختلف في وصف علاقة أجزاء جسم الإنسان بعضها ببعض. وبالتالي قالوا قبل ما نعمل أي مصطلحات تشريحية لابد من تثبيت وضع تشريحي خاص بالجسم، زي فكرة إيش؟ زي فكرة خرائط الجغرافيا. كله متفق إنه إذا رسموا السهم إلى الأعلى بنقول السهم يشير إلى الشمال، وبالتالي أي خريطة تطلع فيها بتطلع على
مفتاح الخريطة، بتشوف السهم يشير إلى الشمال، فبتقول إنه الأعلى الخريطة هذا بيكون الجهة الشمالية عكس الجهة الجنوبية، ويمين الخريطة الجهة الشرقية والجهة الغربية في غرب الخريطة أو في يسار الخريطة. وبالتالي قال لك بدنا نثبت وضع للجسم، بنسميه anatomic position، الوضع التشريحي. زي ما احنا شايفين في هذه الصورة الـ anatomic position it is a specific body position، وضع خاص للجسم، in which the individual stands upright، يقف منتصب القامة، with the feet parallel and flat on the floor، القدمين متوازيتين وملامستين بالكامل لسطح الأرض، يعني القدم بالكامل على سطح الأرض موجودة، مش لا واقف على اطراف اصابعه ولا واقف على كعبه زي هيك، اوكي، ومتوازيتين جنب بعضهم البعض. رقم 2 the head is level، الرأس مستوية، لا عامله هيك ولا عامله هيك، الرأس مستوية. The eyes look forward، تنظران إلى الأمام، toward the observer، ناحية الشخص الذي يقوم بالمشاهدة والتدوين والوصف. The arms اللي هي الأطراف العلوية are at either side of the body، على جانبي الجسم، with the palms، البالمز اللي هي السطح الأمامي لليد، هذا البالمز اللي هي راحة اليد، facing forward، تنظر إلى الأمام زي ما احنا شايفين، تنظران إلى الأمام. And the thumbs pointing away from the body، يعني ببساطة زي هيك الوضع الجسم راح يكون، عندي البالم راح يكون facing anteriorly with thumb away from the body، هذا بنسميه ال body position أو ال anatomic position. طيب طيب الآن درسنا التركيب العام للجسم، طلعنا لقينا في مناطق الرأس والرقبة والجذع والأطراف العلوية والأطراف السفلية. بدنا نعرف التركيب الداخلي للجسم، لابد إني أنا أفتح بالمشرط في هذا الجسم. إيش المستويات اللي بدي أتبعها عشان أفتح في هذا الجسم؟ قال لك المستوى بنسميها anatomical planes اللي هي المستويات التشريحية. إذا أنا استخدمت في الأناتوميكال بلينز، هي عندي هنا البلين عبارة عن ايش؟ عبارة عن سطح مستطيل بهذا الشكل. إذا أنا مررت هذا السطح المستطيل في الرأس بهذا الشكل، نزلته للآخر، راح ينزل وايش يقسم للجسم؟ يقسم للجسم إلى جزئين، أيمن وأيسر، ممتازين. هذا البلين المستوى التشريحي which divides the body into two parts right and left is called sagittal plane. المستوى الثاني اللي هو مستوى برضو عمودي بهذا الشكل، بيمر في الجسم ويقسم إلى جزئين، جزء قدام المستوى بنسميه anterior part، وجزء وراء المستوى بنسميه posterior part، هذا بنسميه coronal plane، المستوى الجبهي أو التاجي. المستوى الثالث المهم اللي هو المستوى اللي جاي بالعرض بهذا الشكل، إذا ظلوا ماشي راح يقطع الجسم إلى جزئين، فوق المستوى علوي وتحت المستوى سفلي. إذا هذا المستوى اللي احنا شايفينه هذا هو الكورونال بلين، divides the body into anterior and posterior parts. Sagittal plane divides the body into right and left parts. و transverse plane which divides the body into upper and lower parts. تعال نتكلم عن هذول البلينز بالتفصيل. أول حاجة عندي كورونال بلين، بسموه أيضا frontal plane، المستوى الجبهي. It is a vertical plane. شاني vertical plane؟ مستوى عمودي. That لأنه قائم بهذا الشكل. مستوى عمودي يعني قائم بهذا الشكل. Divides the body into anterior and posterior أو back parts. الجزء اللي قدام المستوى بنسميه anterior part، والجزء اللي وراء المستوى بنسميه posterior part. اثنين transverse plane بسموه أيضا cross sectional plane، بسموه أيضا horizontal plane which cuts perpendicularly along the long axis of the body or organ، يعني بيكون متعامد على الخط الطولي للجسم، متعامد على محور الجسم، محور الجسم هو اللي بيمر بطول الجسم، وهذا المستوى بيكون جاي بالعرض بيتعامد على محور الجسم، بيقطع الجسم إلى جزئين، جزء فوقه في هذه الصورة وهذا الجزء اللي هو الأبر بارت، وجزء تحت
بسميه lower part، بسميه lower part. اوكي طيب بعد هيك في عندي انا sagittal plane او median plane. يعني بيفرقوا sagittal plane عن median plane، ايش الفرق بينهم؟ sagittal plane اي vertical plane بيمر في الجسم في اي منطقة ما عدا المنتصف. شو المنتصف؟ اللي هي النقطة اللي فعلا تيجي في منتصف الرأس، لانه المستوى اللي بمر في منتصف الرأس بالضبط وبينزل لتحت بيقطع الجسم الى نصفين ايمن وايسر، هذا بسميه median plane. بسميه ايش؟ بسميه median plane. اذا median plane او بسموه ايضا mid sagittal plane extends through the body vertically and divides the structure into right and left ايش halves. however ما فيش تماثل تام حوالين الميديان بلين، بمعنى صح احنا بنقول نصفين ايمن وايسر، بس انا مثلا في الجسم عندي النصف الايمن في كبد، النصف الايسر في طحال، تمام؟ اذا في بعض الاستراكشرز موجودة على اليمين مش موجودة على اليسار والعكس بالعكس. لو جينا على السجيتال بلين عاد، السجيتال بلين اللي بمر قلنا في الميد لاين بسميه ميد سجيتال بلين، بينما البلين ذات از parallel to the mid sagittal، احنا قلنا الميد sagittal جاي في نص الجسم بالضبط زي، لو ليمين الميد sagittal بسميه sagittal او بسموه para sagittal، اذا كان على الرايت سايد بسموه رايت para sagittal، اذا كان على الليفت سايد بنسميه ليفت para sagittal. طبعا بقسم الجسم الى رايت اند ليفت بارتس وليس هابس. اوكي في عندي بلين اخير وهذا بلين اقل استخداما بنسميه اوبليك بلين اللي هو المستوى المائل، وهذا المستوى المائل بيصنع زاوية مع الفيرتيكال بلين او مع الهوريزونتال بلين. اوكي احيانا بعض الاورجنز بدي اخذ فيها مقاطع مش قادر اخذ فيها مقطع عمودي او مقطع افقي لانه بفيدنيش في دراسة الاستراكشر فبضطر اخذ فيها مقطع مائل. طيب الان راح نروح على برضو جزء مهم من الاناتوميكال تيرمينولوجي اللي هي الدايركشنال تيرمز اللي هي مصطلحات الاتجاهات. مصطلحات الاتجاهات مترابطه مع بعضها البعض وغالبا كل مصطلح له المصطلح الاخر المضاد له. زي ايش؟ اول شغله عندي anterior وposterior. في هذه الصوره anterior يشير السهم الى السطح الامامي للجسم. اذا انا عشان اقول مصطلح الاتجاهات لازم يكون في عندي reference point. شو يعني reference point؟ يعني نقطة مرجعية. بقول مثلا لو سألنا واحد من الطلاب بنقول له انت ساكن قريب ولا بعيد؟ بقول لي قريب ولا بعيد من ايش؟ بقول له من الجامعة مثلا. بقول لا انا ساكن قريب. اذا نحن نعرف انه قريب يعني قريب من وسط البلد، قريب من الجامعة، قريب من الأسواق، قريب من المحلات وما إلى ذلك. فإحنا لازم يكون في عندنا reference point أقارن فيها الاستراكشر، هل هو قريب من الreference point هذه ولا بعيد عن الreference point هذه. فلما أقول أنا relative to front أو belly side، ناحية السطح الأمامي أو ناحية البطن، بس بقول والله كل مكان الاستراكشر من الجسم قريب من السطح الأمامي للجسم بسميه anterior، وإذا كان ناحية السطح الخلفي أو بعبارة أخرى بعيد عن السطح الأمامي ناحية الباك ناحية الظهر بسميه posterior. مرادف لأنتيريور ventral، ومرادف لposterior dorsal. dorsal معناها ظهري، وإحنا عارفين أنه الظهر ناحية إيش؟ ناحية الباك يعني ناحية posterior. وventral معناها بطني، بطني يعني إيش؟ ناحية الأمام. أوكي إذن طب من وين اجت دورسال وفنترال؟ اجت من الفور ليجد انيمالز. لو في انا عندي اعزكم الله انيمال على اربع رجلين بهذا الشكل، على اربع رجلين، جهة الظهر غير عن الانسان. الانسان جهة الظهر هي الجهة الخلفية، بينما في هذا الانيمال جهة الظهر هي الجهة الايه؟ العلوية، وجهة البطن هي الجهة السفلية. طب الجهة الأمامية هي جهة الرأس، والجهة الخلفية هي جهة الذيل، صح ولا لا؟ وبالتالي لما أجي يوصفوا الإنسان، طبعا وصفوا المصطلحات التشريحية في البداية على الأنيمالز، بعد كده انتقلوا لوصف الإنسان. لو وقفنا هذا الأنيمال على رجلتين بيصبح السطح
البطن هو نفسه السطح الامامي، والسطح الظهري هو نفسه السطح الخلفي. فقال لك انا لانه دورسال وفنترال مستخدمه من قبل، اذا بنقول دورسال معناها ظهري وهي برضو معناها بوستيريور، وفنترال معناها بطني وهي برضو معناها انتيريور. طيب relative to the head or tail of the body، نقطة المرجعية مين؟ الهيد الرأس أو الذيل، المقصود الذيل يعني أسفل نقطة في الجسم. بنقول والله أنا كل ما كان الاستراكشر قريب من الرأس بسمي هذا الاستراكشر superior، إذا كان قريب من الذيل أو من الفوت من القدم بسميه inferior أو upper lower، علوي وسفلي. طبعا مرادف لسوبيريور كرينيال، ومرادف لإنفيريور كودل. كرينيال يعني إيش؟ رأسي ناحية الرأس، وكودل يعني ذيلي ناحية الذيل. مثلا نضرب مثال، هذه اسمها ثوركس الصدر، وهذه اسمها أبدومين البطن. لو قلنا the thorax is فراغ to the abdomen، تقولي the thorax is superior to the abdomen. طيب لو قلنا علاقة البطن والحوض، بنقول the pelvis، الحوض pelvis، the pelvis is inferior to the abdomen، يعني يأتي في الموضع تحتي، يعني أقرب لمين؟ للقدمين، أبعد عن الرأس، وهكذا. علاقة الرأس بالصدر، the head is superior to the thorax، أو بنقول the head is superior relative to the thorax، يعني الرأس تعتبر علوية إذا ما قورنت بالصدر، وهكذا. بيجي بعدك عندنا relative to midline or center of the body، في عندي أنا الخط المنصف للجسم هذا الطولي، هذا بسميه midline خط النص يعني. هذا midline كل ما كان structure من الجسم قريب من midline بسمي هذا structure أو بوصفه ب directional term medial. medial معناها إيش؟ معناها أنسي. شو يعني أنسي؟ أنسي يعني متآنس بالmidline. نقولنا أنسي انت بتكون متآنس بشخص لما تكون قريب منه، اذا انسي معناها ميديال. وعكسها لاترال، لاترال معناها ايش؟ معناها وحشي. وحشي يعني وحشه الميد لاين، لما واحد يوحشه بيكون له فتره كبيره مش شايفه. اذا بنقول لما يكون الاستراكشر قريب من الميد لاين بسمي هذا الاستراكشر ميديال، واذا كان بعيد عن الميد لاين بسميه لاترال. طيب نيجي نضرب مثال، لو قلنا هذه المنطقة من الأبر لمب من الطرف العلوي اسمها فور آرم. شو يعني فور آرم؟ فور آرم يعني منطقة الساعد. هذه الفور آرم فيها عظمتين، عظمة هان موجودة وعظمة جنبها. العظمة الخارجية هي ناحية الإبهام، والعظمة الداخلية ناحية الأصبع الصغير. العظمة الخارجية بنسميها الكعبرة اللي هي radius، والعظمة الداخلية هذه بنسميها الزند اللي هي باللغة الطبية بنسميها ulna. لو سألنا واحد إيش علاقة ulna بالradius، فكروا هيك شوية. ممتازين. The ulna is medial to the radius. حينطل لي واحد يحكي لي يا دكتور طب ما هو كل الراديوس والألنا بعيدة عن الميدلاين. مظبوط كلامك، لكن مين أقرب للميدلاين من الثانية؟ حتقول لي الألنا أقرب، التنتين بعيدين عن الميدلاين ما اختلفناش، لكن الألنا is medial relative to the radius. طب لو قلنا radius اللي بنبدأ بيها الكلام هي اللي بتاخد الدايركشنال تيم، والذا radius is lateral to the ulna. واضح يا جماعة؟ ممتازين. deep and superficial، عميق وسطحي. هنا بنتعامل احنا مع الجسم كأنه ايش؟ كأنه اسطوانة. لما اخد مقطع عرضي في الجسم بيظهر بهذا الشكل، دائرة وإلها مركز. كل ما كان structure عميق جوا بسميه deep structure، كل ما كان أقرب لسطح الجسم بسميه superficial، وإذا كان في حاجة بتيجي بينه بسميها intermediate، يعني بين هذا وهذا. إذا structure A يعتبر superficial، structure B يعتبر deep، والstructure C يعتبر intermediate.
طيب بعد كده عندنا proximal and distal. proximal معناها قريب وديستال معناها بعيد. قريب من ايش وبعيد عن ايش؟ قال لك هذا الريلاتيف بوينت او الريفرنس بوينت عندنا اللي هي البوينت اوف اتاتشمنت اوف ذا ابندج. قال لك هو الجزء الرئيسي من الجسم ايش هو؟ هذا الجزء. هذا الجزء هو الجزء الرئيسي من الجسم. وايش الجزء الفرعي من الجسم؟ الاطراف العلويه والاطراف السفليه. طب وين نقطة اتصال الأطراف العلوية بالجذع؟ هذه النقطة وهذه النقطة. وين نقطة اتصال الأطراف السفلية بالجذع؟ هذه النقطة وهذه النقطة. طب هذول النقطتين إيش بسميهم؟ shoulder joints مفاصل الكتف، وهذول النقطتين hip joints مفاصل الحوق أو مفاصل الحوض. إذا كان أي جزء من upper limb قريب من shoulder joint بسميه proximal، وإذا كان بعيد عن الشولدر جوينت بسميه ديستال. زي إيش؟ هذا الجزء من الأبر لم اللي رقم واحد بسميه أرم، أرم يعني عضد. وهذا الجزء اللي رقم اثنين بسميه فور أرم اللي هو الساعد. وهذا الجزء بسميه هاند اللي رقم ثلاثة. احكي لي عن مقارنة بين الفور أرم والأرم. ممتاز. The forearm is distal to the arm. بعيد. احنا بنقارن حسب ايش؟ حسب البعد او القرب من الشولدر جوينت. اذا the forearm is distal to the arm. طب the arm is proximal to forearm. طب الهاند؟ the hand is distal to both forearm and arm. اوكي. برضو على اللور limbs، هذا الجزء من اللور limb رقم واحد بسميه thigh يعني الفخذ. وهذا الجزء رقم اثنين بسميه leg معناها الساق. وهذا الجزء بسميه foot اللي هو القدم. بقول علاقة leg بالthigh. The leg is distal. ليش distal؟ لأنها بعيدة عن مفصل الحوض إذا ما قورنت بالthigh اللي هي تعتبر أقرب. هذا الكلام كمان ينطبق على إيش؟ ينطبق على الأصابع. الآن الأصابع هذه نعتبرها أطراف فرعية طالعة من جزء رئيسي هو الهاند. وين نقطة الاتصال هذه المفاصل؟ الأصابع هذه فيها سلاميات. إيش السلاميات؟ كل أصبع فيه ثلاث سلاميات فلانجيز، ما عدا الأصبع الكبير فيه أو الثامب هذا الإبهام فيه سلاميتين فقط. الآن بدي أسمي السلاميات هذه الفالانكس والفالانكس والفالانكس. هذه قريبة من نقطة اتصال الأصبع باليد بسميها بروكسيمال فالانكس، وهذه البعيدة بسميها distal phalanx، وهذه في النص بسميها middle phalanx. واضحة الصورة يا جماعة؟ إذا أنا بقارن حسب نقطة اتصال طرف بجزء رئيسي من الجسم. طيب في هذا السلايد مراجعة على الأناتوميكال planes. هاي في عندي اللي باللون الأزرق هذا هو الميديان plane which divides the body into right and left halves أو نسميه mid sagittal plane. اللي باللون البينك هذا عبارة عن coronal or frontal plane which divides the body into anterior and posterior parts. وهذا اللي باللون الأصفر هذا عبارة عن horizontal or transverse plane which divides the body into superior and inferior parts. في هذه الصورة هي superior near the head and inferior near the feet. هذا الـ anterior surface of the hand بسميه palmar surface of the hand، والـ posterior surface of the hand بسميه dorsal surface of the hand. لو أجي أطلع على الـ planes برضو مرة تانية، هذا الـ median sagittal plane، هذا الـ paramedian plane، والـ paramedian plane هو نفسه الـ parasagittal plane. في الأبر limb هذا الطرف من الأبر limb الأقرب للشولدر جوينت بسميه proximal end of the upper limb، وهذا الطرف بسميه distal end of the upper limb. البوردرز اللي هو الحافة أو الحد الخارجي تبع الأبر limb بسميه lateral border، وهذا الحد الداخلي بسميه medial border. على الفوت السطح العلوي للفوت بسميه dorsal surface of the foot، والسطح السفلي اللي بيكون ملامس للأرض during standing بسميه plantar surface of the foot اللي هو جهة السول of the foot. أوكي.
هذه الاناتوميكال تيرمز مش مطلوبين منكم، بس يعني كل اناتوميكال تيرم بعبر عن جزء من الجسم. اللي حاب يطلع عليهم بامكانه يطلع عليهم، وراح تساعده الرسومات التاليه في فهم الاماكن المختلفه للاناتوميكال تيرمز. لو قراناهم سريعا: سيفاليك يعني هيد راسي، فرونتال يعني جبهي فور هيد، نيزل انفي ناحيه النوز، اوربيتال متعلق بالاي والكافيتي الموجوده في الاي، بكال يعني تشيك اللي هي الخد، الاورال يعني ماوث الفم، سيرفايكال عنق نيك، منتال متعلق بالتشين اللي هي هذه المنطقه، اكروميال متعلق بالشولدر، ستيرنال متعلق بعظمه القص او بنسميها بريست بون، اكزيلاري الارم بيت الابط، ثوراسيك يعني تشيست الصدر، ماماري يعني بريست الثدي، بريكيال يعني ارم العضد، انتي كيوبيتال يعني فرونت اوف ذا البو، انتي كيوبيتال اللي هو السطح الامامي للالبو جوينت مفصل المرفق، انتي بريكيال مقصود فيها الفور ارم، هذه المنطقه، هذه المنطقه كلها بنسميها انتي بريكيال، بوبليتيال اللي هو البوستيريور aspect of the knee ظهر الركبة يعني الركبة من وراء، شورال المقصود فيها الكالف اللي هي بطة الرجل اللي هو posterior part of the leg منطقة الساق من الخلف، كاربل يعني ريست، ريست يعني اللي هو الرسغ، رسغ اليد، بالمر يعني بالم السطح الأمامي للهاند، وبوليكس معناها thumb، ديجيتال معناها fingers أو toes، بيوبيك يعني جينيتال منطقة العانة، باتيلر اللي هو الانتيريور ني الركبه من الامام منطقه الرضفه، كرورال معناها ليج، تارسل اللي هو الانكل، تارسل يعني انكل اللي هو الكاحل، هالوكس الاصبع الكبير تبع القدم بيج تو، اوكسيبيتال يعني بيز اوف ذا سكال القفا الجمجمه، فيرتبرال يعني سباينال العمود الفقري او الفقرات، scapular shoulder blade متعلق بلوح الكتف، dorsum يعني back، ولمبر منطقة القطنية أو منطقة اللوين الخاصرة، sacral between the hips منطقة العجز، perineal اللي هي المنطقة الموجودة بين الفخذين من الأسفل اللي نسميها العجان، femoral يعني thigh فخذ، calcaneal يعني كعب اللي هو الكعب القدم، وبلانتر اللي هو الـ inferior surface of the foot. هاي المناطق المختلفة. طيب نتكلم الآن عن organization of the human body. الـ human body بقسمه إلى جزئين، جزء يمر به محور الجسم بسميه axial portion. لو أنا مررت محور يمر في الجسم لغاية ما يوصل للآخر، إيش المناطق اللي بيمر فيها هذا المحور؟ يمر بمنطقة الهيد الرأس، منطقة النك العنق، ومنطقة الترانك. منطقة الترانك هذه اللي هي الجذع مقسمة إلى ثوركس الصدر، أبدومن البطن، بلفس الحوض، وكل الباك الظهر. الأبنديكولار بورشن هو الجزء الطرفي البعيد عن الأكزيال بورشن الذي لا يمر به محور الجسم، بنسميه أبنديكولار بورشن أو بنسميه بيريفرال portion، وهذا يشمل الـ upper limbs and lower limbs الأطراف العلوية والأطراف السفلية. الـ upper limbs في الإنجليش العادي بنسميها arms، والـ lower limbs بسميها legs في الإنجليش العادي، لكن في الإنجليش الطبي لا، الـ arm هذه منطقة في الـ upper limb والـ leg هذه منطقة في الـ lower limbs. هيك الأسلم كوننا بنتكلم طب نقول إنه الـ upper limbs والـ lower limbs rather than arms and legs. في العنوان التالي اسمه body cavities اللي هي التجاويف الموجودة داخل الجسم. في الـ axial portion of the body في عندي two types of body cavities، عندي dorsal body cavity ناحية الباك، وفي عندي ventral body cavity ناحية الـ anterior surface of the body. ايش هما الـ dorsal cavity؟ الـ cavity inside the skull اللي بنسميه cranial cavity and it contains the brain and the vertebral canal اللي هي القناة الفقارية الموجودة داخل فقرات العمود الفقري وتحتوي على spinal cord الحبل الشوكي. ال ventral cavity داخل الصدر في تجويف الصدر ويحتوي على مجموعة من الأورجنز، تحتوي على اللنجز
الرئتين ميدياستاينم اللي هو المنطقة الموجودة بين الرئة اليمنى والرئة اليسرى، المنطقة اللي في النص الموجودة بين الرئة اليمنى والرئة اليسرى بنسميها ميدياستاينم ومعناها المنصف، ثايموس جلاند الغدة الزعترية، هارت القلب من ضمن الكونتنتس اوف ميدياستاينم الهارت لأنه يقع بين الرئة اليمنى واليسرى، اسوفيجاس المريء هو رايح على المعدة لازم يمر بتجويف الصدر، والتراكية وهي رايحة على اللانجز لازم تمر بتجويف الصدر. اثنين ابدومينو بيلفيك كافيتي، تجويف البطني الحوضي. الابدومينال كافيتي بيحتوي على عدد كبير من الاورجنز منها الاستومك المعدة ليفر الكبد سبلين الطحال جول بلادر الحويصلة المرارية سمول انتستين امعاء دقيقة لارج انتستين امعاء غليظة، بينما البلفيك كافيتي يحتوي على يورينري بلادر المثانة البولية اند انترنال ريبرودكتيف اورجانز واعضاء تناسلية داخلية مثلا زي اليوترس الرحم زي الاوفرز المبيضين زي البروستاتي جلاند غدة البروستاتا في الميلز وهكذا. بنلاحظ انه الثوراسيك كافيتي مفصول عن الابدومينو بلفيك كافيتي عن طريق ايش؟ اكسلنت، عن طريق الحجاب الحاجز. الحجاب الحاجز ايش بنسميه؟ دايافرام، بنسميه دايافرام. اذا دايافرام عباره عن شيت ماسكولار شيت، شيت يعني ممبرين هيك مكون من عضلات هيكليه، هذا الدايافرام separates the thoracic from the abdominal pelvic cavities. بينما الابدومينو بلفيك كافيتي الابدومينال كافيتي فاتح على البلفيك كافيتي وفي شيء فاصل بينهم عشان هيك بسموهم ابدومينو بلفيك، ولما نفصلهم الى ابدومينال وبلفيك كافيتي لهدف تسهيل دراسه الاورجنز بداخلهم نوع من الايش؟ لانه يعني نجمع كل كافيتي مع الاورجنز لحالهم. الكيدنز الكليتين والادرينال جلاندز والبنكرياس واليوريترز are located behind the abdomino pelvic cavity and are referred to as retroperitoneal. الان هذه العباره بدنا ناجل فهمها كم من سلايد على ما نوصل للسيروس ميمبرينز اللي هم الاغشيه المصليه الشفافه اللي بتكون موجوده داخل كل كافيتي وتحيط بالاورجانز داخل هذه الكافيتيز. لو جينا طلعنا على هذا عباره عن ايش؟ عباره عن lateral view، يعني بننظر الى الجسم من الجنب. بشوف هنا جوا السكال في عندي كرينيال كافيتي وهنا الفيرتبرال كانال. ملاحظ انه الكرينيال كافيتي والفيرتبرال كانال جايين ناحيه الايه؟ ناحيه الظهر، عشان هيك بنسميهم dorsal cavity. بينما الثوراسيك كافيتي والابدومينال كافيتي والبلفيك كافيتي كلهم جايين ناحيه البطن، عشان هيك بنسميهم ايش؟ بنسميهم ventral body cavities. الابدومينال والبلفيك كافيتيز مش مفصولين عن بعض، بينما الثوراسيك مفصول عن الابدومينال كافيتي بالديافرام. هذا anterior view برضو باين فيه الكرينيال كافيتي والفيرتبرال كانال. جوا الثوراسيك كافيتي في عندي right pleural cavity اللي هو التجويف البلوري الايمن اللي بيحتوي على الرئه اليمنى، وليفت pleural cavity اللي هو بيحتوي على الرئة اليسرى، والبيريكارديوم الموجود أو البيريكارديال كافيتي غشاء التامور الذي يحتوي على القلب. هنا الأبدومينال كافيتي والبلفيك كافيتي هيهم فاتحين على بعض، وهنا الديافرام بيفصل الثوراسيك عن الأبدومينو بلفيك كافيتي. الآن نروح على موضوع مهم اسمه ثوراسيك أند أبدومينو بلفيك ميمبرينز. الآن الأورجانز جوا هذه الكافيتيز مش موجودين هيك، وانما موجودين داخل او محاطين باغشيه رقيقه شفافه بين طبقاتها في سائل ليسهل انزلاق هذه الاورجانز، وبالتالي تنزلق على بعضها البعض ولا تعيق حركه بعضها البعض. هي هذه الاورجانز بتتحرك يا دكتور؟ بكل تاكيد. ليش؟ لانه عندنا اللانجز بتتمدد في عمليه الشهيق وبتنكمش في عمليه الزفير. القلب طول الوقت في حالة contraction و relaxation systole and diastole. الابدومينال organs تتمدد لما تفوت جواها في القناة الهضمية، تفوت جواها الأكل، ولما يطلع الأكل ترجع في حركة دودية مستمرة، وبالتالي ازدحام الأورجنز داخل هذه الكافيتيز كان لابد من إيجاد طريقة أن الأورجنز تتحرك بسهولة دون أن تؤثر على بعضها البعض. وجدوا أنه خلال تكوين
الجنين قبل ما تتكون الأورجانز داخل الكافيتيز المختلفة بيتكون قبلها سيروس ميمبرين. إيش السيروس ميمبرين؟ عبارة عن بالونة عادية، وجواها بدل ما هو يكون جواها هواء بيكون جواها سائل. الآن تصور إنه في كافيتي وفي بالونة جواها سائل موجودة داخل هذا الكافيتي، لكن مش ديستندد على الآخر، مش منفوخة على الآخر، وبدأت الأورجانز تتكون في نفس الكافيتي الموجودة في البالونة. كل ما بيكبر الأورجان بيبدأ يضغط على مين؟ بيضغط على البالون، زي فكرة هذه الإيد، لغاية ما الأورجان يدخل جوا البالون. فبيصبح البالون بدل ما كان طبقة واحدة، لاير واحدة بهذا الشكل جواه سائل، أصبح عبارة عن طبقتين. كيف طبقتين؟ نعم، الطبقة الملتصقة على الإيد اللي هي على الأورجان، والطبقة الخارجية اللي بعيدة عن الأورجان، صح ولا لا؟ وهي السائل ما زال موجود بينهم. إذا الأورجان نتيجة إنه دخل جوه هذا البالون، ضغط عليه، أصبح في طبقة من جدار البالون ملتصقة تماما على هذا الأورجان، وفي طبقة خارجية قريبة من الجدار تبع الكبت اللي بيحتوي البالون والأورجان. هذا بنسميه invagination. شو يعني invagination؟ يعني دخل جواه، هو ما دخلش جوا الكونتنتس اوف ذا بالون، وانما ضغط على البالون وصار محاط بالجدار تبع البالون. هذه الطبقة اللي بتكون intimately related to the surface of the organ بسميها visceral layer، الطبقة الحشوية، لأنها متعلقة ب viscous، متعلقة بحشوة، متعلقة بأورجان. والطبقة الخارجية اللي إلها علاقة وبتكون أقرب لجدار الكافيتي بسميها parietal layer، اللي هي الطبقة الجدارية. So a membrane اللي هو serous membrane is a soft طري thin رقيق pliable layer of tissue. pliable يعني مرن، that either covers a vital organ. هي covers a vital organ، فبنسميه ايش هذا؟ visceral membrane، or lines a body cavity، او بيبطن جدار التجويف من الداخل، بنسميها parietal membrane. الان في space between the parietal and visceral layers بنسميه serous space، وهذا السبيس يحتوي على فلويد بنسميه سيروس فلويد فور لوبريكيشن، يعني لتسهيل الحركه وتقليل الاحتكاك. تصوروا هذا الاورجان لما يتمدد بيتزحلق الفيسرال لاير على البارايتال لاير بسهوله، بعد كده لما ينكمش بيرجع تاني بينكمش بدون ما ياثر على الاورجانز المحيطه فيه. الان تعال نسقط هذا الكلام العام على السيروس ميمبرينز الموجوده في الثوراسيك كافيتي والموجودة في الابدومينال كافيتي. There are specific names for the membranes around the heart, lungs، وهذول الاثنين موجودين في الثوراسيك كافيتي، and abdominal organs الموجودة في الابدومينو pelvic cavity أو في الابدومينال كافيتي. Serous membranes of the lungs بنسميها pleura. pleura اللي هو الغشاء البلوري. The membrane on the surface of the lung is called visceral pleura. طبعا احنا سميناها، قلنا الممبرين اللي بيكون ملاصق. الان عشان تعرفوا برضو كيف تكونت اللنج، هاي عندي هنا الممبرين اللي كان موجود جوا الثوراسيك كافيتي، وهي القصبة الهوائية وطالع منها الشعب الهوائية، والشعب الهوائية بده يطلع منها برعم الرئة. شو يعني برعم الرئة؟ هذا البرعم الصغير راح يكبر 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 او ما يصير رئة، وهي بينمو باتجاه مين؟ باتجاه البلورا. بعد شوية بصير الصورة زي هيك، هاي التراكية وهاي البرونكس وهاي الرئة، صارت هالقد حجمها. البالون هذا بدل ما هو صار هيك سنجل لايرد بالون، صار نايم على، نغير اللون، صار عندي طبقة داخلية ملزقة على سطح اللانج، وهذه continuous مع طبقة تانية related to the inner surface of the thoracic cavity. هذا اللي باللون الأزرق بنسميه بلورا، الطبقة اللي ملاصقة لسطح اللانج بسميها visceral pleura، والطبقة الخارجية بسميها parietal pleura. السبيس الموجود بين الطبقتين بسميه pleural cavity، يحتوي على serous fluid for lubrication.
طيب نروح على السيروس ميمبرينز اوف ذا هارت، بنسميه بيريكارديوم، غشاء التامور. البيريكارديوم الطبقة الملاصقة على سطح القلب بسميها فيسرال بيريكارديوم، والطبقة اللي عاملة لايننج للكافيتي ان ويتش ذا هارت از لوكيتد بنسميها بارايتال بيريكارديوم. بين الطبقتين بيريكارديال كافيتي، يحتوي على ايش؟ بيريكارديال فلويد او سيروس فلويد فور لوبريكيشن، عشان يمكن القلب انه طول الوقت يعمل انقباض وانبساط بدون ما يتاثر بالاورجنز اللي حواليه في الثوراسيك كافيتي. طب نروح على البيريتونيوم. البيريتونيوم معقد. ليش معقد؟ لانه بالونه كبيره بدها تخش فيها عدد كبير من الاورجنز. اذا لاحظنا الرايت لانج دخلت في الرايت بلورا، والليفت لانج في الليفت بلورا، والهارت له سيروس ممبرين لحاله، بينما الابدومينال اورجنز كلهم لهم ممبرين واحد اسمه بيريتونيوم. هذا البيريتونيوم الكبير بدات الاورجنز تدخل فيه من ورا، يعني هو موجود في قدام، والاورجنز بدات تتكون من ورا وتفوت جوا. اللي الاورجنز اللي تكونت من البدايه دخلت بسرعه ولقت لها مكان جوا البيريتونيوم، ويدخل 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 لغايه ما بطل في مساحه في البيريتونيوم تستوعب انها تغطي اورجنز جديده. فالاورجنز اللي ظلت ورا في تجويف البطن من الخلف قاعده قدام العمود الفقري وقدام الجدار الخلفي لتجويف البطن، هدول بنسميهم ريترو بيريتونيال اورجنز اللي احنا تكلمنا عنهم قبل شويه، وما الكيدنز الكليتين والادرينال جلانز الغدتين الكظريتين او الفوق كلويتين واليوريترز والبانكرياس، كلهم هدول يعتبر ورا البيريتونيوم. الطبقة اللي بتحيط بالأورجانز بنسميها فيسرال بيريتونيوم، واللي بتبطن الأبدومينال كافيتي بنسميها بارايتال بيريتونيوم، والسبيس بنسميه بيريتونيال كافيتي، والكونتنت تبعه عبارة عن بيريتونيال فلويد أو سيروس فلويد فور لوبريكيشن. هذه الصورة، إيش هذه الصورة؟ جينا على هذا الشخص وهو واقف وأخذنا فيه ترانسفيرس سيكشن في هذه المنطقة. الترانسفيرس سيكشن حيقطع ايش؟ حيقطع للرايت لانج والهارت والليفت لانج، وجيت اطلعت عليه زي هيك. انا قاعد بطلع، هاي الرايت لانج موجوده هنا، هايها، والليفت لانج موجوده هنا. نعم الرايت لانج موجود هنا، بس نغير بس لون الحبر. هاي الرايت لانج وهي الليفت لانج وهي الهارت موجود بينهم. يعني لو جينا نتبع مين؟ نتبع الرايت لانج ونشوف البلورا تبعتها. هاي الطبقة من البلورا هذه اللي أنا ماشي عليها، هذه الفيسرال لاير اوف ذا بلورا، ماشي عليها ماشي عليها ماشي عليها. طبعا ايش في تعرجات على سطح اللانج بتدخل مع التعرجات، هاي فيسرال لاير اوف ذا بلورا. وين ما دخلت اللانج جوا البالون هنا الفيسرال لاير بتلف وبتصير بارايتال لاير، هي الطبقه الثانيه. اذا البارايتال لاير لو لاحظنا بنلاقيها بطنت جدار الصدر من الداخل، يعني انا ماشي على جدار الصدر من الداخل، عشان هيك سميناها بارايتال لاير. بين الطبقتين في سيروس كافيتي او بلورال كافيتي يحتوي على سيروس فلويد فور لوبريكيشن. الهارت نفس الشغله، في طبقه ملتصقه على سطح الهارت بسميها فيسرال لاير، وطبقه بعيده عن الهارت بسميها بارايتال لاير، بس التو لايرز كونتينوس وذ ايتش اذر، يعني متصلين مع بعضهم البعض. الابدومينال اورجان زي ما احنا شايفين، هاي الاستومك ماخده لفه كامله، ماخدين احنا سكشن في اعلى البطن. الاستومك يماخذ محاط تماما بالبيريتونيوم. الكبد نفس الشغله، الطحال نفس الشغله. حد يحكي لي ايش اخبار الكليه اليسار، الليفت كدني والرايت كدني، هل وصلهم بيريتونيوم؟ لا. اذا ايش بنسميهم؟ ريترو بيريتونيال. البنكرياس وصلوا بيريتونيوم؟ لا، ريترو بيريتونيال. هذول البلاد فيسل وصلهم بيريتونيوم؟ لا، بنسميهم ريترو بيريتونيال ستراكشرز او اورجانز. طيب الان نروح على اخر جزئيه في محاضرتنا اليوم، نتكلم فيها عن الابدومينال ديفيجن. زي ما شفنا في الصوره هنا لقينا انه الابدومينال كافيتي مزدحم جدا بالاورجنز، والابدومينال كافيتي من ضمن المناطق في الجسم اللي بيكون منها شكوى. مثلا واحد جاي يشكي لك عنده ابدومينال بين، عنده الم في البطن. الان لو احنا بدنا نفكر بشكل عام بنقول عنده الم في البطن، اذا ممكن يكون الالم
مصدره الكبد، ممكن يكون مصدره المرارة، ممكن يكون مصدره الطحال، ممكن يكون مصدره المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة، البنكرياس، الكلية اليمنى، الكلية اليسرى، مش عارف إيه. إذا صار أنا لازم أفكر في إيش؟ في عدد كبير من الأورجنز، وأطلب investigations، تحليلات وأشعات لكل الأورجنز في الجسم عشان أوصل لتشخيص، وهذا بكل تأكيد مهدر للوقت والجهد. فراحوا العلماء قالوا بدنا نقسم البطن إلى 4 مربعات بخطين، خط عمودي يمر في منتصف الجسم، وخط أو مستوى أفقي يمر في الأمبلايكس أو منطقة السرة. قال لك هذا المربع اللي فوق بسميه right upper quadrant، المربع العلوي الأيمن بالتأكيد فيه left upper quadrant، وهذا right lower quadrant، وهذا left lower quadrant. بدل ما كنت أنا يجيني المريض يقول لي أنا عندي abdominal pain وأفكر في كل الأورجنز الموجودة في الأبدومين، بسأله مباشرة طب هو البين وين موجود بالضبط؟ بيقول لي الألم موجود في أعلى البطن على اليمين، فببدأ أفكر في الأورجنز الموجودة في هذه المنطقة زي الكبد والحويصلة المرارية وما إلى ذلك. إذا صار في عندي انحسار في التفكير وتوفير، بدل ما أفكر في كل الأورجنز تبعت الأبدون ستفكر في الربع فقط. الآن طبعا في أسئلة أخرى بسألها للمريض، إذا كان مثلا عن طبيعة الألم، علاقته بالوجبات، علاقته بالبادي بوزيشن، علاقته بالنفس، علاقته مش عارف إيه، أسئلة كثير بتساعدني في الوصول إلى تشخيص. هاي الرايت أبر كوادرانت واضح في عندي شو اسمه الأسندنج كولون وجزء من الترانسفيرس كولون، هاي في عندي هنا الرايت لوب أوف ذا ليفر وهكذا، الرايت لور كوادرانت في جزء من الاسندنج كولون، جزء من السيكم اللي هو المصران الاعور، وجزء من السمول انتستين. قال لك برضو الفور كوادرانت هذه مزعجه، بضل في عدد كبير من الاورجانز موجوده في كل كوادرانت. خلينا نقسم الابدومين الى مناطق اصغر، فقالوا نقسم الى 9 ريجنز بخطين عموديات، كل خط ينصف الترقوة على الجهة تبعته، مثلا هذه الترقوة اليمنى بشوف المسافة من هان لهان، هي الترقوة الخط المنصف إلها وبنزل فيه تحت للأبدومين، وعلى الليفت سايد نفس الشغلة، وخطين أفقيات، واحد يمر بأسفل الضلوع، واحد يمر بالإيلياك كريست. الإيلياك كريست هي عظمة الحوض من الأسفل، الحافة تبعت عظمة الحوض، الحافة العلوية اللي أنا بحسها تحت الجلد في أسفل البطن، بمرر horizontal plane. هيك صار مقسم الابدومين الى 9 regions. المنطقة هذه تحت الضلوع على الجهة اليمنى بسميها right hypochondriac region، منطقة تحت الضلوع اليمنى، يقابلها على طول left hypochondriac region. المنطقة اللي بينهما بنسميها epigastric region، منطقة أعلى المعدة. نيجي على الصف اللي تحت، هذه اسمها right lumbar region، منطقة القطنية أو البطنية أو الخاصرة اليمنى، يقابلها left lumbar region. اللي في النص بنسميها umbilical region، منطقة السرة لأنه فيها السرة، umbilicus معناها سرة. right iliac region اللي هي المنطقة الحوضية اليمنى، يقابلها left iliac region أو المنطقة الحرقفية، جزء من الحوض اليسرى، وما بينهما بنسميها hypogastric region. right iliac بسموها أيضا right inguinal، والهايبوجاسيك بيسموها بيوبيك اللي هي منطقة العانة. لو جينا نطلع على الأورجنز الموجودة في كل منطقة، الرايت هايبوكوندريا كريجن موجود فيها رايت لوب اوف ذا ليفر زائد جول بلادر، الإبيجاستريك كريجن موجود فيها الاستومك وموجود فيها الليفت لوب اوف ذا ليفر، الليفت هايبوكوندريا كريجن موجود فيها السبلين الطحال، المنطقة اللي في النص هنا الرايت فلانك الخاصرة اليمنى أو الرايت لامبر ريجن فيها جزء من اللارج انتستن اسمه اسندين كولون، القولون الصاعد، ووراه مباشرة في الرايت كيدني الكلية اليمنى. الليفت فلانك فيها ديسندين كولون، القولون النازل مع الليفت كيدني. الامبلايكال زي ما احنا شايفين فيها سمول انتستن وفيها جزء من الترانسفيرس كولون، القولون المستعرض. القولونات تبدا من هنا، بتبدا من السيكم المصران الاعور لانه له عين واحد، له فتحه واحده الى الاعلى ومن تحت مغلق، بعد هيك اسندنج كولون
بعد كده ترانسفيرس كولون، بعد كده ديسندنج كولون، بعد كده هذا الجزء بسميه سيجمويد كولون ومغطى بالأمعاء الدقيقة، لأنه بعد كده المستقيم والقناة الشرجية. رجع الصف اللي تحت، الرايت جروين ريجن فيها سيكم وفيها الأبندكس، عشان هيك واحد عنده التهاب في الزائدة بيكون الوجع عنده في أسفل يمين البطن، لما بيعمل عملية الجرح تبع العملية بيكون في هذه المنطقة. أيضا في الفيميلز، في الإناث بيكون الرايت أوفري موجود، المبيض الأيمن موجود في هذه المنطقة. الليفت جروين ريجن فيها المبيض الأيسر في الفيميلز، وفي الميلز اند فيميلز في سيجمويد كولون، المصران السيني شكله زي حرف الاس. بعديك المنطقة اللي هنا اسمها بيوبيك ريجن، منطقة العانة فيها سمول انتستن، وفيها يورينري بلادر ايضا جزء من المثانة البولية، وفي الفيميلز ممكن موجود فيها اليوترس كذلك. اوكي، اذا هيك صار في عندي كاتيجورايزيشن للابدومينال اورجانز في ريجنز اصغر، وبالتالي هذا بيسهل في موضوع تشخيص الشكاوى المختلفة اللي بتيجي من الديفرنت ابدومينال ريجنز. أعزائي الطلبة، إلى هنا ينتهي مشوارنا في هذه المحاضرة، تكلمنا فيها عن definition of anatomy and kinds of anatomical science، بعد كده تكلمنا عن الاناتوميكال terminology، تكلمنا عن الاناتوميكال planes anatomic position anatomical planes and directional terms، بعد كده تكلمنا عن organization of the human body، وتكلمنا عن الابدومينال السيروس ممبرينز والابدومينال ديفيجنز اند ابدومينال ريجنز، وخلال المحاضرة ايضا تحدثنا عن لمحات بسيطة عن الديفرنت بودي سيستمز اللي راح نتناولها بشيء من التفصيل في المحاضرات القادمة. أتمنى تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة، كونوا بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.